السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بقدم لكم النهاردة لعبة بيس 2020 على البلايستيشن 4 المهكر بصيغة باكيج. الروابط هتلاقوها في الوصف، هحط لك رابط لو أنت عندك اللعبة القديمة، هحط لك الرابط إن أنت تحمل عليها باكج وتخليها لعبة جديدة. لو حضرتك ما عندكش اللعبة القديمة هسيب لك اللعبة القديمة في رابط لوحده، ولو أنت عايز تحمل البيس 2020 كاملة بالتعديله بتاعتها هسيب لك رابط للعبه كامله بالتعديله بتاعتها تقريبا من 35 ل 40 جيجا. طبعا احنا كنا شارحين طريقه تركيب الباكجات في القناه قبل كده، فلو انت برضو مش عارف تركب الباكجات ازاي اكتب لي في التعليقات وهعرض لحضرتك اللعبه دلوقتي عشان تشوف شكلها ازاي بعد ما تحملها. ما تنساش اللايك والشير وتضغط اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سلام يا شباب. الأحلام لفريق مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي، سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. وها هو التشكيل الأساسي في مباراة اليوم. والآن مع انطلاقة المباراة كريم بنزيما، بيانيتش، مانزوكيتش، يلعب كرة على الأطراف، لمسة في المساحة الخالية، يوفنتوس يحصل على الكرة، مانزوكيتش يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة، كروس بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، الكرة على الجناح، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه، فرصة للتسديد. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس.
سامي خضيرة، كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير بعد. بيانيتش يلعبها لمنطقة الخطر، الكرة على الأطراف، لمسة في المساحة الخالية،